بسم الله نبدأ، بسم الله نستعين، منه سبحانه وتعالى طلب السداد والتوفيق والنجاح. حفلنا الكريم ومتابعينا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. من هنا من موقع الحدث مع إشراقة يوم جديد وتحدي جديد من ميدان الطائف لسباقات الهجن العربية الأصيلة في يومنا الخامس ضمن تحديات نهائي سباق ولي العهد لعام 2024 للميلاد لمنافسات وتحديات سن اللقاية. تأتي هذه المهرجانات وهذه المنافسات وهذه التحديات بدعم كريم وتوجيهات كريمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يحفظهم الله ويرعاهم من كل سوء ومكروه. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، سوف نشهد بإذن الله منافسات 17 شوطا تحتضن في كشوفاتها الأسماء الكبيرة التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، ولكن يبقى الشوط الأول والرئيسي دائما له جوهره وله معناه الخاص. على بركة الله وتوفيقه أعلنت أول الانطلاقات وأول التحديات لمنافسات سن اللقاية وانطلاقات مسافة 4 كيلومترات. ينطلق على بركة الله شوطنا الأول والرئيسي لتعلن هذه الانطلاقة وهذه الاندفاعة. البداية مع المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط، الصدارة هنا مع شعار من هنا، من يتقدم علوش بن مناحي بن نهار العجمي، من يقدم لنا منيفة على الصدارة وعلى المركز الأول المركز الثاني. القدوم والوصول في هذه اللحظات من صيد جابر بن محمد بن جابر بن حرب المري، غير مع انطلاقة صيت على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثالث تقدمت هنا الشامخة، سعيد بن سالم الحريري آل فهيدة المري يقدم لنا الشامخة على المركز الثالث والمركز الرابع. القدوم والوصول في هذه اللحظات مشاهدينا ومتابعينا الكرام، شعار ماجد بن صالح بن محمد آل رشيد يقدم لنا مودة على المركز الرابع والمركز الخامس. القدوم من شعار ناجي بن مسفر بن صالح آل رزق يقدم لنا فيض، وانطلاقة فيض هنا على خامس الأسماء. أعود إلى الصدارة بعدما نتممنا على حضراتكم ومسامعكم الخمسة المراكز الأولى مع منتصف المسافة، والعودة دائما إلى مقدمة هذا الشوط إلى صيت 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 على الصدارة، صيت على المركز الأول. جابر بن محمد بن جابر بن حرب المري يقدم لنا صيت وانطلاقتها هناك على الصدارة وعلى المركز الأول قائدة لهذا الانطلاق وهذا التحدي مع أول أشواطنا في هذا الصباح. الله الله الله. المركز الثاني تقدم هنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام منيفة علوش بن مناحي بن نهار العجمي العجمي على المركز الثاني. الشوط الأول الشوط الرئيسي، من سيذهب ومن سيتسجل باسمه هنا مع انطلاقتنا مع هذا التحدي مع هذا المسار؟ مودة ثالثا تتقدم مع المركز الثالث، ماجد بن صالح بن محمد آل رشيد مع المركز الثالث والمركز الرابع. وصلت هنا وتقدمت هنا راهية علي بن مسعود بن علي آل شعفول المري، ووصل بالراية هلان، وصل هنا يتقدم مشاهدين الكرام مع انطلاقة شفاعة عامر بن راشد بن سعيد آل بريس المري، ووصل بطشان بن صالح المحامض يتقدم الآن مع انطلاقة ليسات. الله
الله الكيلو متر الأخير آخر كيلو من عمر هذا الشوط، ولكن غير بالراية انطلق مع الصدارة العالمية. مرحبا يا أبو راشد، مرحبا مع انطلاقة هذا الشعار. عامر بن راشد بن سعيد آل بريص المري يقدم لنا شفاعة على الصدارة على المركز الأول. تحرك بطشان بن صالح اليامي مع المركز الثاني يقدم لنا الياسات على المركز الثاني. الله الله راهية مع المركز الثالث، والأمتار الأخيرة علي بن مسعود بن علي الشعفول المري مع المركز الثالث، ولكن شفاعة بالراية، شفاعة بالراية مع المركز الأول مع الخمسمية متر الأخيرة. شوطنا الأول والرئيسي. الله الله الله، هنا مع براية عامر بن راشد براية المري يقدم لنا شفاعة. من طارت بنوماسي هذا الشوط مع أول الأشواط، بطشان اليامي قادم مع الياسات، ولكن خلاص 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 أمور الشوط، أمور الشوط مع العالمية عامر بن راشد براية المري. يا سلام يا سلام، شفاعة براية تنتزع أول الأشواط مع هذا الصباح. جود مورنينج أبو راشد يا العالمي، مشكور العالمي العالمي العالمي، قدم لنا شفاعة عامر بن راشد المري. تهانينا له وألف مبروك على هذا الفوز وانتزاع أول الأشواط في هذا الصباح. المركز الثاني بطشان بن صالح المحامض مع الياسات، المركز الثالث شعار علوش بن مناحي بن نهار العجمي مع منيفة، والمركز الرابع شعار بن زيتون محمد بن عتيق بن محمد بن زيتون المهيري مع الراشدة، والمركز الخامس شعار بن شعفول. من قدم لنا شعاره مع المركز الخامس الهيد؟ علي بن مسعود بن علي الشعفول المري مع راهية. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، كانت هذه نتيجة شوطنا الأول والرئيسي في صباح هذا اليوم، وذهب مع شفاعة من قدمت هذا الأداء الكبير بشعار عامر بن راشد براية المري. تهانينا له وألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، قدمت أداء كبير وظهور شعار براية في مثل هذه المهرجانات بو راشد العالمي. تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. التوقيت الزمني لحظة فوز شفاعة 6 دقائق 7 ثواني 3 أجزاء من الثانية. المركز الثاني منيفة لعلوش بن مناحي بن نهار العجمي 6 دقائق 8 ثواني 38 جزء من الثانية. المركز الثالث الياسات بطشان بن صالح المحامض اليامي 6 دقائق 8 ثواني 47 جزء من الثانية. والمركز الرابع كانت الراشدة لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والمركز الخامس راهية علي بن مسعود بن علي آل شعفول المري. في هذه اللحظات مشاهدينا ومتابعينا الكرام تشاهدون على الهواء بثا مباشر ملخص شوطنا الأول والرئيسي الذي ذهب مع العالمي براية من قدم لنا شفاعة.